السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ جينا نوريكم الكسكسو اللي حضرنا معكم. هو هذا كسكسو، كيجي رائع وبنين، كيجي كيحمق. كنتمنىكم تجربوه وتردوا عليا الخبر في الكومنتير. دابا ان شاء الله غندوزو لطريقه التحضير. مرحبا بكم اخوتي، والف مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ رجعت معكم بواحد الفيديو جديد. هذا الفيديو بغيت نلقاكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال، نتوما وليداتكم وعائلتكم. بالنسبة لهذا الفيديو، انا باقا في البلاد مع والديا، بغيت نحضر ليهم واحد شوية ديال الكسكسو. قلت علاش لا ما نشاركوش مع المشاهدين ديولي. بالنسبة للمقادير اخوتي، عندي 500 غرام ديال اللحم، هي هذه ديال البلاد، على حساب 4 ديال الافراد العائلة. بالنسبة للخضر عندي قرعة الحمراء، عندي هاد القرعة خضراء، عندنا في البلاد غنية عن التعريف وزوينة وكتجي بنينة. عندي اللفت، حتى هو ديال البلاد، ديال الفلاحة ديال البلاد، هانتوما صغير وزوين. وعندي خزو، حتى هو ديال البلاد، حتى هو ديال الفلاحة، هانتوما عندي واحد 4 خزيوات تقريبا. عندي واحد 3 ديال المطيشات وجوج بصلات باش غادي نرد الكسكسو ديالي. وعندي واحد قبطة ديال ربيع قزبر ومعدنوس محزوم. عندي شويه الفول خضر، ها هو. بالنسبه للزيت، عندي نص كاس ديال الزيت مخلط، شويه زيت نباتيه وشويه زيت الزيتون. بالنسبه للتوابل، عندي نص معلقه ديال الخرقوم بلدي، نص معلقه ديال البزار مسمى بالفلفل الاسود، وعندي معلقه ديال السكنجبير، شويه الملح على حساب الخليط، على حسب الذوق عفوا. دابا ان شاء الله غندوزو لطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي نخوي الزيت ديالنا هو الاول، غادي نديرو داك اللحم، اللحم راه عندنا مغسول، غادي نديرو فوق منه داك التوابل، غادي نقطعو البصله ديالنا، البصلة نقطعوها بحال هكا على هاد الطريقة باش كتجي باينة في الكسكسو. هاديك مطيشة جوج غادي نقطعوهم طرونش على هاد الطريقة. وحدة غادي نحكوها ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي نحطها تقلى فوق البوطه ونرجع معكم. المهم الحمد لله هي تقلى على هذوك البصيله مع هذوك المطيشه، انتما كتشوفوها ان شاء الله حتى تقلى ونرجع نخوي عليها الما حداكم. من بعد ما تقلات لينا الجميله ديالنا هي هذه، انتما شفتوها كي جات، غادي نخويو ما طايب غليان. المطاعم خصو يكون غلايين باش تطيب لينا كطيب لينا اللحم ديالنا. غادي نسدو ديالنا. صافي
فيها ندير لها الزفارة ونخليها طيب. ملي غطيب غنرجع معكم. بالنسبة للسميدة، عندي كيلو لام ديال السميدة، السميدة غليظة على حساب 4 ديال الأفراد ديال العائلة. الكيلو لام غندير عليه شوية ديال الملح، الملح حسب الذوق، دير غير شوية في كامل، دير شوية في الكسكسو، تخوي عليه شوية ديال الماء. دابا الكسكسو ديالي غنكسكسو بيدي، غادي نكسكسو مزيان حتى يغلط شوية. صافي ملي غيغلط ان شاء الله غادي نخوي عليه واحد شوية ديال الزيت نباتية، وهذا غير شوية، ونفس العملية تاني غنكسكس الكسكسو ديالي حتى يدخل فيه داك الزيت. داك الزيت باش ما كيلصقش ليا في الكسكاس وما كيلصقش مع بعضياته. ها نتوما شفتوا الكسكسو كيجا، جا رائع جدا. ها نتوما دابا ان شاء الله غنجيب الكسكاس ديالي، هو هذا. دابا غادي نعمر فيه داك الكسكسو وغادي نديرو فوق البرمة. البرمة راني نقصت واحد شوية ديال المرقة ديال اللحم بها باش غنفور الكسكسو ديالي. ملي غندير الفورات الاولى والثانية الثالثة غادي ندير داك القرعة باش ما تترونش ليا في البرمة. هانتوما اخوتي احنا درنا التفويرة الاولى هي هادي، هانتوما حطيناها في القصرية، غادي نخوي عليها شوية الماء. غادي نحركو بالمغرفة حتى يبرد لينا شوية، وعادي نخدم يديا في الكسكسو حيت سخون بزاف. صافي غنخدم يديا. هانتوما شتو كسكسو كيجا، وراه كتزاد هاد السميدة، راه كتزاد ماشي بحال الكسكسو اللي كيكون مشري مكسكس. السميدة تبارك الله غير نص كيلو غدي لك 6 ديال الناس. حنا درنا هنا كيلو لاروف. صافي دابا غنجيبو الكسكاس ديالنا عاوتاني غادي نعمرو باش نديرو التفويرة الثانية. هذه التفويرة الثانية، وعلى الثالثة غادي نحطو القرعة تطيب في البرمة. انا القرعة ضروري كنطيبها بوحدها باش ما كترونش ليا، كتبقى صاينة غزالة، وانا كتعجبني الخضرة تكون صاينة. صافي دابا غنحطها فوق البرمة وعاد رجعنا نلوح الخضرة في الكوكوط. هانتوما شفتو اللحم تبارك الله طابت، المرقة تبارك الله جات زوينة، الكسكسو ها هو كيفور، ها هي البرمة ديالي مردودة. ها هي صافي دابا غادي نبدا نحط في الخضره، نحط خزو. خزو تبارك الله غزال ديال البلاد، كلشي الخضره، كل الخضره ديال البلاد، ديال الفلاحه ديال البلاد، ما فيها لا دواء لا والو. زعما الصراحه تقال سعداتهم. دابا غادي نزيد داك القبيطه ديال الربيع، وغادي نزيد واحد العشقه ديال السمن. السمن راني رديت به في الاول واحد شويه، دابا غنزيد عشقه صغيره. صافي دابا غادي نسد عليها
حتى طيب تقرب طيب الخضره ديالنا، وغنزيدو داك شويه ديال الفول. المهم بعد ما فارت الفرة الثانيه هي هذه، غادي نخويها في القصره ديالنا وغادي نزيدوها الماء تدريجيا حتى يرطب لينا الكسكسو ديالنا مزيان، لان هذه التفويره الاخرى. صافي عاوتاني نحرك بالمغرفه حتى يبرد ليا الكسكسو، وعاد ديك الساعات نخدم يديا لان الكسكسو سخون بزاف ما نقدرش نخشي فيه يدي. كما قلت لكم ضروري الماء تدريجيا حتى نحسوا بالكسكسو ديالنا رطب. هانتوما شفتوا الكسكسو كيجا تبارك الله بدا كيرطب، كنزيدو الماء بشويه بشويه وحنا كنحركو بيدينا. صافي دابا غادي نخليوه تقريبا واحد 10 دقائق حتى يشرب لينا داك الماء، وعاد ديك الساعات نرجعو معكم. دابا ان شاء الله غندوزو نحطو داك القريعه في البرمه، كما قلت لكم ناقصه شويه ديال المرقه ديال اللحم، غادي نحط فيها داك القرعه. طيب كان كما قلت لكم تبقى ليا صاينه ما تخسرش ليا ما تروينش ليا. صافي ملي غنحطها تطيب غادي ندير التفويره الثالثه. صافي هذه التفويره الاخرى. نغطيها تغلى وعاد ندير عليها الكسكس. صافي دابا غنديروا التفويره الاخرى. انتم شفتوا الكسكسو ديالنا كيفاش هو بعينيكم، كسكسو رطب ورجع غزال تبارك الله، وكيحط واحد الكميه كثيره. بالنسبه للبنات الكسكسو ديال السميده راه كيجي زوين وكيجي بنين كيجي كحمق. انا ديما كان كسكس الكسكسو بيديا، ما عمرني ما شريت الكسكسو مكسكس من الحوانت وما عنديش معاه، وكنتمنىكم تجربوه وتردوا عليا الخبر في الكومونتير. دابا غادي نحطو فوق البرمه يفور ورجع معكم. هانتوما اخوتي اللفت ديالنا جاي طيب هو وخيزو، غنزيد داك الفول، الفول ديال البلاد مفلح فيه الوالد، فول غزال تبارك الله. وغادي نزيد داك مطيشه اللي حكينا. صافي دابا ملي غيطيب غادي نرجع معكم. من بعد ما طاب لينا الكسكسو ديالنا دابا ان شاء الله غندوزو نسقيو معكم. هانتوما شفتوا الكسكسو كيجا، جا رائع جدا، جا رطب. غادي نقدوه في القصريه ديالنا، ضروري نقدوه. وتبارك الله كل شيء جا طيب، اللحم طيب، الخضره طيبه، القرعه حتى هي طيبه، كل شيء طيب. خزو بقى صاين تبارك الله، لا هو لا اللفت. عرفتي واحد الرويحه طالعه زوينه تبارك الله. المهم خوتي وخواتاتي بعد ما طاب لينا الكسكسو ديالنا هو هذا سقيناه، هانتوما شفتو كي جا، جا رائع جدا، جا كيحمق، جا بنين تبارك الله. كنتمنىكم تجربوه وتردوا عليا الخبر في الكومونتير، وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وان شاء الله ديما الجديد اخوتي. المهم اخوتي مع السلامه، الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.